matter what anyone says. This sport is unpredictable. At one moment, it feels like you're losing. And in the next, you might be winning. Everyone wants to win, but one thing is for sure. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أحبائنا الكرام. توداي ريد، اليوم النادي الاهلي الف الف مبروك. مباراه القمه الافريقيه فعلا رفعت القبعه مش بس الوطن العربي ولكن لاوروبا كمان. انفعال الاوروبيين النهارده مع الفيديو اللي شفناه في لقاء الاهلي والزمالك، لابد ان الوطن العربي كله يفتخر، مش بس المصريين ولكن الوطن العربي كله يفتخر ان المباراه طلعت بالشكل الكبير اللي احنا شفناه النهارده، وطلعت كلها حماس سواء اهلي او زمالك، ولكن الفائز لازم نقول له الف مبروك. الف مبروك للمارد الاحمر بطل القرن، الف الف مبروك. البطوله الافريقيه تستحقها رغم الظروف الصعبه السابقه فيما قبل، وايضا الزمالك لعبت بجداره ولكن الكره فوز وهزيمه. الف مبروك لنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك. كل مشجعين الابيض، انتوا عندكم فريق قوي، فريق ينافس على بطولات ويلعب لآخر دقيقة، وهي دي الحاجة الوحيدة، المكسب النهاردة لنادي الزمالك. ولكن ما نقدرش ننسى في بداية صائد النجوم النهاردة نتكلم على أسطورة العالم الذي رحل، مارادونا. مارادونا أسطورة العالم الذي رحل في هدوء صامت. مارادونا العاشق، اللاعب مارادونا، الأسطورة الكبيرة مارادونا. مارادونا الذي يعرفه الكبار والصغار. مارادونا، ميسي الصغير خليفة مارادونا، هو ده مارادونا اللي رحل. وللأسف الشديد بعض الناس، الصورة اللي قدامنا بيليه اعظم لاعب العالم وصاحب الالف هدف، مارادونا بيليه العظيم وهو يبكي على صديق العمر مارادونا. رحم الله كل المتوفيين وأيضا الأساطير الذي لا ننساها. مارادونا أسطورة لن تتكرر، حتى لو جاء كذا مارادونا، مارادونا لن يتكرر، هو أسطورة بالفعل، أسطورة كبيرة جدا. لكن في حاجة مهمة جدا، مش عايزين نقول إن خصوصيات اللعيبة أو خصوصيات الشخصيات لأي شخصية هو حر في شخصيته، ولكن لا خلاف على المهارة والموهبة. كل لاعب وله خلفياته، إذا كانت سياسية أو إذا كان بيشرب أو ما بيشربش أو الكلام اللي بيتداول في الإعلام. للأسف الشديد إحنا كده بنسيب الحاجة المهمة وبنمسك في الحاجة الصغيرة. مارادونا أسطورة لن تتكرر، ملناش دعوة هو بيشرب بياكل، هو دلوقتي بين إيدين الله. طبعا ربنا يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا وليس فقط فئة معينة، كل المتوفيين. خلونا النهاردة نفرح ان احنا عندنا النهارده قمه كرويه، قمه رياضيه، قمه لازم نرفع لها القبعه. بصراحه انا كنت متخوف من سلوك بعض اللاعبين داخل الملعب، ولكن اليوم بدات ملحمه رياضيه وانتهت ايضا ملحمه رياضيه، والحمد لله ان هي خلصت في الوقت الاساسي عشان اقدر اطلع لكم واقدر اقدم الحلقه بشكل كبير النهارده. زي ما كنت بتكلم قبل كده من حوالي اسبوع 10 ايام عن موضوع التعصب، وكل الاعلاميين اشتغلوا على الميديا واشتغلوا، والناس اشتغلت بقى فلان عنده كورونا، فلان هيغيب، فلان فلان فلان. يا جماعه الامراض والمرض والحاجات دي كلها خصوصيات. لما بنيجي نتكلم في الحاجات دي احنا بنمس لعيبه وبنمس الاسر بتاعتهم ومشاعرهم. خلونا دايما نتكلم على الخطوات الايجابيه، حتى لو مش في الرياضه، في اي حاجه تانية. هو ده اللي بتكلم فيه النهاردة. كل مصر كلها تتقلب محللين وفنيين. خلونا نبعد عن الفنيات والتحليل والكلام ده كله، لأنه ساعات بيجيب الصداع، وطبعا كلام كله أكيد بيبقى له فايدة ولكن بنسبة بسيطة. بس من مين؟ من الناس اللي فاهمة كورة. لكن النهاردة هتلاقي صفحات الفيسبوك اتقلبت رياضة وبتاع، أنا ما عنديش خلاف على ده. ولكن لما نيجي بقى نهني بعض، لازم النهاردة زي ما شفنا الملحمة الرياضية النهاردة ما بين كوتشيين كبار وما بين لاعيبه كبار في ارضيه الملعب، 11 هنا راجل و11 هنا راجل، ولكن الاهلي كالعاده بيفرح جماهيره اللي دايما بيتكلموا على الابطال. دي حاجه مهمه جدا ان احنا نتكلم على تاريخ النادي الاهلي وايضا نتكلم عن تاريخ النادي الزمالك، قطبين الكره المصريه وكمان في الوطن العربي. الصوره اللي قدامنا دي فيها مغزى كبير جدا، وحاجة مش عايز أتكلم عليها النهاردة. أنا قلت مش هتكلم على فنيات ولا هتكلم على أي حاجة خالص، أنا هتكلم على التلاحم ده. الصورة دي كنا بنشوفها زمان في حسن شحاتة والخطيب، محافظ الألقاب طبعا، قامات كبيرة جدا ليها كل التقدير والاحترام. الصورة دي ليها مغزى، إن النهاردة
الملاعب فاضية. هي مش ملاعب فاضية بس عشان خاطر كورونا، لا، كان سهل جدا الأمن النهاردة يقول للجماهير تعالوا موجودين، بس احنا للأسف جوانا برضو لسه في شحن. الصورة اللي قدامنا دي أهلي وزمالك، مهما يعدي العمر بينا ومهما سنين تروح ومهما ولادنا يكبروا ويخلفوا، هيفضل الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية. هو مش عشان هم أقوياء، لا، ده هو الكرة المصرية بتقول كده، وأصبحت الكرة الأفريقية بتقول الكلام ده، وأكيد الوطن العربي كله يشهد إن أهلي وزمالك هم أبطال إفريقيين، كمان بطولاتهم بتأكد الكلام ده إن دي الأبطال. لازم إحنا نيجي قدام الصور دي وننحني ونقول إن الصور دي يا جماعة فعلاً فعلاً ليها تأثير كبير في حياتنا. العالمين دول كبار، أياً كان الأهلي فارق 9 بطولات إفريقية و6 زمالك، ولكن هيبقى في دايماً دايماً في فائز، وفي دايماً ودايماً في منافس، لأن لو مفيش منافس للأسف الشديد مش هيبقى فيه كورة. بحيي جداً جداً الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصراحة بحييه بكل انطلاقة وبكل طلاقة، وزير الشباب والرياضة بحييك، لأنكم انتوا فعلا في ظل الظروف الصعبة في كورونا قدمتوا لنا نشاط الرياضي يرجع، حتى لو بقى اهلي وزمالك بس، حتى لو احنا بنتفرج على قطبي الكرة المصرية، ولكن في الظروف الصعبة دي في ظل بلاد تانية قافلة النشاط خالص وبتشتغل، ويبقى عندنا اهلي وزمالك بالشكل ده ويقدموا لنا ده، لا احنا عندنا لعيبة كبيرة، بس فين الناتج بتاعنا عشان نروح لمنتخب مصر؟ هو ده، هو احنا لازم يبقى عندنا اهلي وزمالك متنافسين ومنتخب مصر ضعيف؟ ضعيف، خلينا نتكلم بصراحة، ولكن مش موضوعنا اليوم. موضوعنا ان احنا نهني الكبار الاهلي وبرضه هني الزمالك. الروح الرياضية مطلوبة حتى في الاعلام يا جماعة، مطلوبة. الاعلاميين اللي بيطلعوا يعملوا مبادرات عشان الجماهير ترجع، اعلاميين للاسف الشديد عندهم نقص فكر شوية، بدون طبعا ذكر اسماء لان الجميع طبعا على راسي وليهم كل التقدير والاحترام. الجماهير المصرية مش محتاجة مبادرات، الجماهير المصرية محتاجة بس تحترم بعضها، زي زمان أبويا وأبوك وأمي وأمك وإخواتنا وأزوجاتنا، الناس اللي هي الكبار، مش إحنا، إحنا جيل صغير، لكن اللي السابقين لينا اللي علمونا لما نخش الاستاد نشجع إزاي ونحترم بعض إزاي. طب عايزين نبارك للأهلي لأن الاستوديو جوه مشتعل تماما. عايز أقول لحضراتكم روح الرياضية زملكاوية جوه والأهلاوية حاطين إيديهم في بعض، روح الرياضية مقتنعين جدا اداء الزمالك النهارده كان مشرف، مقتنعين جدا ان الاهلي النهارده اداؤه مشرف، ولكن الفائز الف مبروك، الف مبروك للنادي الاهلي. نفرح شويه للنادي الاهلي، ومخرجنا مش عارف انا بصراحه مخبي لي ايه، لان الحلقه النهارده مختلفه، انا معاكم هم يقولوا لي يلا روح انا روح، نروح مع بعض للاهلي. كيان الاهلي، كيان الاهلي، رمز الاهلي، عزيمه الاهلي، النادي الأهلي بيلعب حتى الثانية الأخيرة.
يا ولد علي معلول هي علي معلول علي 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 كيان الاهلي كيان الاهلي رمز الاهلي عزيمه الاهلي اصرار الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره فعلا الاهلي كبير فعلا الاهلي يستحق بطل القرن الافريقي فعلا يستحقها بجداره فعلا النهارده كنت فعلا ههني الفائز من كل قلبي لان انا شاهدت مباراه فعلا مباراه تستاهل الفريقين بصراحه كل الحب والتقدير لكل مجلس اداره النادي الاهلي من الكبير للصغير كل الحب والتقدير ايضا لمجلس اداره الزمالك ايضا ليهم كل الحب والتقدير اللاعبين كلهم رجاله احنا في ظل ظروف صعبه في ظل ظروف صعبة جدا بتمر بيها البلاد وهي جائحة كورونا اللي العالم كله بيشهدها طبعا ان يبقى عندنا بطولة وكمان بطولة افريقية حاجة محترمة جدا انا بكن كل التقدير والاحترام كمان للاتحاد الافريقي اللي قدر ان هو في اوقات عصيبة يبقى فيه تغيير حكم واتنين ومتواجدين معانا النهاردة بحيي كل حاجة الاخراج النهارده كويس جدا اللعب النهارده حاجه مفرحه جدا روح اللعيبه كمان يمكن لو في حاجه بعض المناشدات ولكن لا تذكر خلينا النهارده ما نعكننش على نفسنا ونقول ان في حاجات او لا هو دي حاجه كويسه جدا وانا كنت مع النهارده ان عدم وجود الجمهور النهارده في بعض الاحيان اللي ممكن كان ياثر بالسلبيه على الجماهير ولكن مش الجمهور اللي هو بتاع ابويا وابوك الجمهور الصغير اللي للاسف الشديد النهارده بقينا نلاقي في الملاعب بتاعتنا حاجات ما كانتش بتحصل في السابق مع احترامي للألتراس مع احترامي لكل الشباب اللي موجودة ولكن دايما بيبقى في حاجات مندسة داخل الجماهير بتعكنن علينا وبتعكنن على السادة المشاهدين وأيضا على الاتحاد المصري انه يظهر بالصورة دي يلا مش هطول عليكم عشان معايا ضيوف ما بين زملكاوي وما بين أهلاوي حلقة بقى نبدأ بقى نتكلم على الفرحة ونشوف الروح الرياضية بتظهر ازاي على الهواء من كباتن كبار اطلع بينا الفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام طبعا الاهلي كيان مفيش كلام ولكن الزمالك فن ومدرسه وهندسه طبعا مفيش كلام لابد يبقى فيه فائز وفيه مهزوم لكن النهارده الاثنين فايزين النهارده الفائز الكبير هو مصر النهارده قدمنا ملحمه رياضيه كبيره جدا انتهى الموسم الافريقي على خير والحمد لله ولكن انتهى بمصر انتهى الفريقين المصريين وهي دي بقى المكسب الحقيقي ايا كان ما هو في الاخر حتى لو تعادلنا ولعبنا ضربات جزاء برضه هيبقى فيه فائز في الاخر اهلي وزمالك الاثنين مصريين يسعدني وشرفني لاول مره في برنامج صائد النجوم اثنين من كبار الرياضيين في مصر وكانوا ايضا من كبار لاعبين في تاريخهم المحترم جدا والان مدربين بشهد لهم الكفاءه التدريبيه يسعدني وشرفني ان استضيف النهارده كابتن احمد شعبان المدير الفني السابق لنادي البنك الاهلي وايضا رئيس قطاع الناشئين الحالي في نادي البنك الاهلي اهلا وسهلا بيك كابتن احمد اهلا بيك كابتن حاتم انا برحب بحضرتك في برنامجك وبرحب بكابتن جابر وسعيد بوجودي معاكم النهارده وبقول مبروك لمصر هو ده الكلام احلى كلمه قالها الكابتن احمد شعبان بصراحه مبروك لمصر الوطن العربي كله بيقول الكلام بشكرك يا كابتن احمد على بدايه الكلام المحترم جدا جدا مبروك لمصر كابتن جابر الخواجه يعني نسيج حلوان التاريخ المشرف وحضر العصر الذهبي لنسيج حلوان اللي كان فيه احرف وامهر اللعيبه في التاريخ حلوان كان الفتره دي كابتن جابر الخواجه اهلا وسهلا بيك ابن حلوان وابن نسيج حلوان مشرفنا النهارده والزملكاوي وليس المتعصب المحترم جدا اهلا وسهلا بيك يا كابتن حاتم وانا تشرفت بحضرتك وتشرفت بال قناه الصحه والجمال والناس القائمين عليها والكابتن احمد شعبان اخويا الكبير بصراحه اللي لفت انتباهي كابتن جابر ان احنا النهارده كلنا كنا بنتفرج على المباراه ما كانش في حاجه اسمها زملكاوي وكان في حاجه اسمها اهلاوي كان سعيد جدا باداء الزمالك وكان سعيد جدا ان في مباراه سجال هتاخد ولكن عنده بعض الفنيات طبعا طبيعي وانتمائه وانا بشجع الانتماء ولكن يكون في حته الروح الرياضيه انك ما بتسقش للخصم او ما بتسقش لجارك اللي قاعد جنبك او صاحبك واللي دايما بنتكلم بيه كالعاده بنبدا باليمين وطبعا يا ربنا يجعلنا دايما كلنا من اصحاب اهل اليمين يا رب العالمين كابتن احمد طبعا
الكل لابس احمر النهارده صدفه، ولكن احنا كنا الحلقه ليها ترتيبات بالمصادفه، ولكن هي على حسب ظروف الحلقه. والله بالصدفه يعني. صدفه كابتن. صدفه لا صدفه صدفه لا كابتن جابر صدفة غريبة. لابس احمر النهارده وقال لي صدفه غريبه جدا. كابتن احمد نفس الموضوع، انا اول مره اطلع باللبس يعني عادي كده كاجوال، ولكن هي الحلقه عشان تبقى سجال. كابتن احمد مش عارف بقى نتكلم على ايه النهارده بصراحه. فرحه كبيره جدا، انت قلت كلمه ذكرتها، مصر. مبروك لمصر. مبدئيا بس الاول طبعا حسب ما نتذكر يعني، او ان احنا نسرد حاجه كده النهارده، بنقول ان وصول الاهلي والزمالك لاول مره في تاريخ بطوله الشامبيونز النهارده، احنا بنقول لافريقيا ان الاهلي والزمالك اول فرقتين من بلد واحد يوصلوا للنهائي، وده شرف كبير طبعا لمصر ان هي ان هو فرقتين يكونوا موجودين في البطوله ويوصلوا للنهائي. لو احنا اتكلمنا النهارده عن المباراه كاهلي وزمالك، طبعا فنيا احنا هنسيب ده لنادي الزمالك والنادي الاهلي، اما جماهيريا يا ريت بس ناخد في القصه دي شويه ونبدا نتكلم فيها ضروري، وحته التعصب اللي احنا يمكن بنعاني منها كتير في الاونه الاخيره ديت. يمكن الوسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي اللي احنا بنتكلم عليها، يمكن الفتره اللي فاتت دي انا واحد من الناس يمكن بسأم ده قوي يعني، يمكن بشوف حاجات على الفيس يعني حاجات ما تذكرش يعني، انا اسف اللفظ ما ينفعش يعف اللسان عنها يعني كلام كتير بيتكلم عن اهانه لاعبين واهانه جمهور واهانه واهانه. طبعا في الاخر المحصله احنا بلد مصر، مصر بلد كبيرة بلعباتها بأنديتها الكبيرة اللي هي النهاردة بتقول لأفريقيا كلها أنا عندي فريقين النهاردة بيوصلوا لنهائي بطولة مش قليلة بحجم بطولة أفريقيا الأبطال الدوري. النهاردة نادي الأهلي ونادي الزمالك شرفوا مصر ووصلوا لبطولة، مبروك للاثنين، مش هقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، لا انا هقول مبروك للنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يترجم لنا حاجه معينه، الصوره في الخلفيه اللي ورانا يا تمام. كابتن احمد كلامك يترجم الصوره دي، يا ريت توصل للجمهور والشباب الصغير اللي دلوقتي بقى هو صاحب ومؤسس للسوشيال ميديا موجود في مصر تمام. توصل له ايه؟ العالمين دول احنا كلنا بنتاثر بيهم تمام. كان زمان الجمهورين بينزلوا بيهم تمام، الاخرين بينزلوا بيهم بالظبط، الجيران بينزلوا بيهم تمام. الناس دي كلها كانت بتنزل بيهم، حسن شحاته والخطيب كانوا بيروحوا يحيوا الجمهورين بالزبط. وكان لابس زمالك وكان لابس اهلي أهل. عايز اوصل ده للشباب الصغير يا كابتن احمد. والله كابتن بص، هو طبعا كابتن حاتم هنا يعني حتى لو انا ببص على الصوره كخلفيه، هو الموضوع مش موضوع خلفيه بس، هو الموضوع موضوع يعني اولا رقم واحد يعني ثقافه جمهور وثقافه ناس بتنتمي الى الكره. طبعا كلنا بمختلف انتماءاتنا اللي موجوده داخل البلد، انا المفروض يبقى عندي حته ان انا بعرف او بقول ان انا النهارده زي ما انا بشتغل في الملعب النهارده، بقول ان النهارده بابلك النهارده انا مش موفق، انا النهارده اتهزمت كسبت، فزي ما بتقبل ده اتقبل ده. في نفس التوقيت النقد لازم يكون في حدود. انت النهارده رجل من الجمهور، في حاجات كتير جدا لا تعلمها داخل الملعب، بدليل اننا النهارده الفرقتين لما بيطلعوا وبيكلموا بعض اللعيبه النهارده في موبايلات، النهارده بيكلموا بعض لعيبه الاهلي لعيبه الزمالك اصحاب واصدقاء. ليه احنا النهارده كجمهور اللي احنا بقى بنوصل له الشباب الصغير كمان اللي طالع، ليه وصل للحته دي؟ الحته دي يمكن حته التعصب دي سببها الفيسبوك، يمكن برضو في بعض المتعصبين بيطلعوا شتيمه هنا شتيمه هنا شتيمه هنا، بتبدا يبقى في تناقل الفاظ بالظبط كده، وده طبعا يمكن ده زي ما بنقول بيشوه صوره جماليه لفرقتين من اعرق الفرق في افريقيا فعلا حقيقي، سواء كده اهلي او زمالك، وما ننساش معاهم نادي الاسماعيلي او فرق مصر عموما. كلام مهم جدا جدا. كابتن جابر خواجه، بتصادف اكيد كابتن جابر انك ساعات لما تكون بتتفرج على مباراه قمه او مباراه مهمه جدا، بتصادف ان انت ممكن تبقى قاعد في كافيه في شباب قاعده في الكلام ده كله كتير طبعا، انت كتير. احساسك من جواك لما يكون بحجم حضرتك ايا كان حتى سنك، ولكن السن حتى نفسه وفي ولاد صغيرين قاعدين وبتسمع بعض الالفاظ وبعض الحاجات، شعورك ايه ان انت ممكن تتكره في الكوره؟ مشكله التعصب يا كابتن، الناس اللي ما لعبتش كوره، الناس اللي لعبت كوره ما فيش تعصب. انا عندي الولدين ولا في تعصب ولا اي حاجه. النهارده النادي الاهلي ونادي الزمالك وقفوا مع بعض كلهم طابور واحد واتصوروا ماتش عادي، وهم يسلموا على بعض وهارد لك ومبروك، الاهلي كسب خلاص مبروك عليه، الزمالك ادى اداء كويس هارد لك لنادي الزمالك، هي دي الكوره. وهيتقابلوا مع بعض وهيسلموا على بعض زي ما الكابتن احمد شعبان قال، وبالتليفونات، وزي احنا بس اللي بنتخانق مع بعضينا، بتوصل لخناقات.
والاهلي والزمالك و... لا لا تعصب. تمام. هم اللي هم بتوع الشارع الشارع اللي هو ما لعبش كوره، انما لو لعب كوره لا ما انا بتغلب مفيش مشكله وهكسب الماتش الجاي وهتعادل الماتش اللي بعده. كابتن جابر في حاجه مهمه جدا برضه، الجمهور اللي حضرتك بيروح الاستاد ما هو اكيد برضه ومعظمه ما لعبش كوره كتير جدا، في وفي لعب كوره وفي ناس كبار وفي لعب كوره ومتعصب وفي ما لعبش كوره ما بيحبش النادي يتغلب، في ما لعبش كوره لكن هي ممكن الكابتن احمد قال على حته ثقافه. انا وصل ازاي بقى دلوقتي حضرتك انت بتقول انا عندي الولدين في اهلي وفي زمالك، انا اتغلبت يا كابتن النهارده صح عشان اتغلبت لكن انا مادي كويس حضرتك فاهم مادي كويس جدا كويس يعني في الدقيقه الاهلي جاب جون النهارده. طيب صح اتفضل حضرتك. طيب بما انك بقى يعني دلوقتي ايه الاهلي لعب كويس الزمالك لعب كويس وانت مقتنع وفرحان بده طبعًا. وانا فرحانين ان الفرقتين لعبوا كويس طبعًا. والزمالك ادى. طيب انا عايزك مقارنه بسيطه كده ما بين موسيماني وما بين باتشيكو. ده لي فكر وده لي فكر، بس انا بحيي باتشيكو النهارده على الاداء الجماعي اللي كزملكاوي رغم ان في ثلاثه، ولا كراجل رياضي بتحييه؟ مش زملكاوي، كراجل رياضي بحييه. تمام. على الاداء اللي عمله النادي الزمالك. بص يا كابتن جابر، الزمالك لو موافق النهارده اسمحوا لي بس اتفضل حضرتك اسئله وانا بكلمكم هتحس ان الموضوع ايه، احنا قاعدين مش حتى بنقدم حاجه لنا. احنا بنقدم احنا مش شعب، احنا من الاهالي احنا من الناس اللي تحت. تمام. فاحنا طبيعي نتكلم باسم الشارع. تمام. فعايزين نتكلم، لا يعني انا احساسي من جوه. تمام. حضرتك دلوقتي بتتكلم كانك رياضي راجل لعبت ومارست فاهم الخط جوه وانت تمام. واقف ان لو في جمهور ممكن الجمهور ده يخليك تسيب الفرقه دي وتمشي من البلد خلاص. تمام. من اعظم المدربين اللي جم مصر النهارده اللي هو موسيماني بتاع النادي الاهلي وباتشيكو. تمام. بدليل الاداء النهارده الشوط الثاني النادي الاهلي كسب ازاي. ايوه فكر مدرب، رغم ان باتشيكو اقرب للجول لكن ده فكر مدرب كوره من بره الجول. خلاص الماتش خلص وانا عارف ان الاهلي هيكسب. لاحظت هدوءك، الزمالك كويس، لاحظت هدوءك من بعد ما الجول بتاع الاهلي جه. انا لاحظت هدوءك زي ما تقول لسه انت في قال قلت لك ايه المباراه اهدى لحد ما انا كنت هادي انا وركبنا الماتش الماتش ماشي سجال للزمالك لحد ما بدا الشوط الثاني، بس انا عارف الاهلي هيجيب جون لان الزمالك كويس. طول ما الزمالك كويس الاهلي بيكسب. طول ما الاهلي كويس اه والله الاهلي والزمالك بيكسب. هي كوره كده، هي كوره كده. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لمصر. هو اصلا مبروك لمصر. ارتدائك النهارده الاحمر في يوم جميل زي كده حاجه ده هي بالصدفه يا ريس، ما انت عارف حضرتك ولا بالصدفه؟ لا بالصدفه بالصدفه. كابتن احمد برضو اشاد كابتن جابر بحاجه مهمه جدا وحاجه يعني اخلاقيا رياضيا، ان برضو احنا بنوصل لجيل البرنامج هنا تاسيسه على قطاع البراعم والناشئين، ان احنا بنقدم حاجه لاولادنا سواء جماهيريا او حتى يتعلموا فنيا او الكلام ده كله. تمام. النهارده شايف في ظل الظروف اللي احنا فيها وجائحه كورونا والوضع الصعب اللي احنا فيه ده، ان احنا يبقى فيه نوصل للبطوله نفسها، كان فكره ان احنا نرجع النشاط في ظل كورونا، هل دي كانت فكره فعلا صائبه ولا احنا كنا نلغي ونبدا موسم جديد؟ والله يا كابتن بص، هي طبعا الحمد لله على التكمله اللي حصلت ديت، وفي وسط الجائحه دي يا رب يعفي مصر والوطن العربي كله وكل المسلمين يا رب من والعالم كله من هذه الجائحه يا رب. مبدئيا بس احنا عشان نكون يعني صادقين، احنا كنا مقلدين، بمعنى ان اوروبا لما بدات تكمل كان لازم احنا كمان نكمل. تمام. تمام. طبعا ده نسب الاتحاد الدولي. طبعا احنا برضو بنقول النهارده ان احنا عندنا نقدر نكمل، عندنا نظام، عندنا وفعلا بطولات كملت. ولكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك يعني مع احترامي للجنه الخماسيه بالاتحاد الكره المصري، يمكن في طبعا هو القرار اللي طلع يعني هو يمكن رقص الناس كلها. يعني في ناس كتير قوي تقول لك الغاء الهبوط، هو ما لغاش الهبوط. عايزين نعرف بالظبط هو يمكن اللجنه الخماسيه اللي اشتغلت عليه في ظل الجائحه اللي حصلت ديت قال الاتي، قال انا النهارده بقول ان الموسم الجديد هيبدا ثلاث مجموعات بزياده ثلاث فرق لكل مثلا مجموعه، ثلاثة او اربعه لكل مجموعه او ثلاثه او اربعه. طبعا هنا هو ما قالش انا بلغي الهبوط، هو قال انا عايز ازود. فالزياده العدديه وصلت 16 فرق، فبالتالي دلوقتي بقى عندي حوالي 42 فرقه، كام 3 في 16 48 فرقه، يبقى 48 فرقه دول هيأدوا موسم الممتاز به، وبالتالي فوق اكمل الدوري الممتاز. وطبعا على ضوءه ما كانش فيه الغاء للهبوط فنزل الهابطين وصعد اوائل المجموعات، سواء صعد الصعيد او بحري او مجموعه القاهره. ومبروك طبعا
للثلاث أندية وإن كان يخصني منهم نادي البنك الأهلي والصعود الممتاز بألف. طبعا لازم نتكلم عليها برضو كابتن أحمد، صعود البنك الأهلي ودي بالزبط. كانت حاجة برضو مفرحة. طب معانا طبعا الرائد أحمد شعلان، طبعا المشجع الزملكاوي ولكن بروح رياضية، مش عارف هيقول إيه، أنا سابك على الهواء. طبعا كل ضيوفي بيرحبوا بيك الرائد أحمد شعلان، كابتن جابر خواجه وكابتن احمد شعبان، بنرحب بيك النهارده، اهلا وسهلا بيك يا ساتر وقت. اهلا بيك يا كابتن حاتم، ودايما منور الشاشه حضرتك وضيوفك الكرام. ربنا يخليك. الله يخليك كابتن. الف الف مبروك للنادي الاهلي، وبروح رياضيه عاليه جدا، مبروك للكره المصريه بشكل عام، بورتري مصري كروي جميل. شفنا النهاردة روح رياضية عالية جدا من اللعيبة، وإن شاء الله تبقى فتحة خير لعودة الروح الرياضية في مصر ونبذ التعصب وعودة الجماهير اللي هي أساس الكرة في مصر. جميل جدا من مشجع زملكاوي محترم بيطلق بادرة تصالح ما بين الجماهير أيا كانت مين سبب فيها أو مين مش سبب فيها، ولكن دي حاجة تحترم جدا بحييك عليها. كابتن جابر خواجة عايز يوجه لحضرتك سؤال. سيد الرائد احمد بيه، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. شهرك طيب يا فندم. ازيك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. مبروك للنادي الزمالك على ادائك الكبير يا ريس. مبروك لنادي الزمالك والمصر يا ريس، والمصر مبروك لمصر، والاهلي ان شاء الله هيوصل لكاس العالم للانديه، هنقول النادي الاهلي المصري. فاحنا الحمد لله الكره المصريه بخير، والكره المصريه مطمئنه لمنتخب مصر، وان شاء الله نحقق كل النتائج الايجابيه في القادم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. سيادة الرائد بشكرك، شكرا جزيلا على روحك الرياضيه، وشكرا جدا احمد بيك على دخولك معنا النهارده، متشكرين جدا، شكرا جزيلا. شكرا. طبعا نرد افعال طبعا الجماهير النهارده يا جماعه، الاتصال مفتوح للجميع، واحنا طبعا يهمنا جدا ناخد راي الرياضيين وراي كل الناس اللي في الشارع النهارده عن روح الرياضيه. مش عايزين حد يقول النهارده، لا عايزين نقول اللي طالع يقول مبروك للأهلي ومبروك للزمالك، مش هارد لك للزمالك، يمكن أنا في المقدمة قلت هارد لك للزمالك طبعا. ولكن عشان ده أسلوب النتيجة، ولكن كروح رياضية وكأداء الاتنين ما شاء الله دي حاجة تفرحك. اتفضل يا كابتن. دلوقتي حضرتك لو احنا بنتكلم على أداء الفرقتين، ممكن الكابتن أحمد شعلان كان يتكلم على منتخب مصر. طبعا احنا الدوري المصري طبعا أو كأس مصر أو كل البطولات اللي بتضم في مصر يتهدف إن أنا أعمل منتخب قوي. يمكن انا كان ليا بس تحفظ على الجزئيه ديت، بما ان النادي الاهلي ونادي الزمالك وصلوا لنهائي افريقيا، ودي يمكن حاجه فريده من نوعها او يعني سابقه لم تحدث من قبل اي بلد، حصلت لمصر الحمد لله رب العالمين. انا عايز دلوقتي اقول انا كمدرب منتخب بلدي بقى، منتخب بلدي الفتره القادمه لابد من الحصول على كاس افريقيا بولادنا اللي موجودين هنا في مصر، من المحترفين اللي موجودين بره. ده ألف به كوره، وصول اكبر نادي نهائي افريقيا، تمام، لازم يا كابتن. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انا دلوقتي منتخب بلد لازم يكون على حجم او على قوه الانديه، انما مش عايز الاقي العكس بعد كده. يعني النهارده احنا لينا سابقه في 2018 كاس عالم، يمكن كانت مش على يعني زي ما بنقول كده ايه، مش على على مش جاي على هوا الناس، يعني احنا كنا تمام. ما مش الفرقه اللي احنا كنا عايزينها في كاس العالم ان احنا نحقق مستوى. تمام. دلوقتي الفتره القادمه دي لازم مصر تبقى ليها نهضه تانية رياضيه، في ظل وجود جائحه كورونا والى اخره، لازم لابد للنظر للناس المحليين اللي موجودين داخل البلد، اللعيبه المحليين. طب كويس كابتن احمد، هنقل بقى لحضرتك كابتن جابر، شايف بقى المدرب المصري للمنتخب هو الاقوى، هو الجديد بالمكانه دي، ولا المدرب الاجنبي، بما ان احنا وصلنا النهارده افريقيا باثنين مدربين اجانب لكبار الانديه؟ المدرب المصري يا كابتن. المدرب المصري، المدرب المصري هو القريب من اللعيبه بتاعه مصر، هو اللي عارف ده، هو اللي شايف اللعيبه، هو اللي في المطبخ. هتجيب مدرب اجنبي لسه، انما المدرب المصري اصلح واحد يمسك منتخب مصر. اصلح واحد اصلح واحد يمسك منتخب. طيب اختيارات اللعيبه، عايزين نكون صراحه هنا الصراحه شويه، يعني واخده حريتها شويه، اختيارات اللعيبه للمنتخب المصري، شايف في بعض الاوقات بيبقى فيها بعض الشوائب، حتى لو في مجاملات معه على نفسه كمدير فني على نفسه. انا عايز الكابتن حاتم، هتقول يا كابتن حاتم مش عايز حاتم، خلاص اختار، ما اختارش مش هيعجب. قال لك في الاول قال مصطفى محمد دوت عايز اجيبه، بس عايز شغل كتير. النهارده مصطفى محمد اساسي كويس المنتخب، يعني تفكير صح، تفكير صح، ولكن طبعا احنا اختياراتنا او دايما
الجمهور عندنا متدخلات شويه. الجمهور اه بالظبط كده الجمهور. كابتن جابر لعبت اهلي والزمالك؟ لعبت اه لعبت طبعا مباراه ديربي ايام ماسك حلوان ولعبت اهلي ولعبت زمالك طبعا. احساس الاهلي والزمالك برضو وصلهم للشباب الصغير ان كل واحد ان كل واحد فينا كل واحد فينا بيبقى بيتفرج على اهلي وزمالك لا الاهلي هيكسب لا الزمالك هيكسب. احساس المباراه نفسه ما بين اللعيبه. انت بتلعب اهلي وزمالك كابتن انت لسه لما بتخش الاستاد اول مره تلعب في حياتك بتتقدم النادي الاهلي النادي الاهلي او نادي الزمالك نازل عليه عندك الرهبه لحد ما بتاخد الثقه في الاول. اللعيبه اللعيبه يا كابتن ايا كانت لما تقابل اهلي او زمالك وبتبدا شايف ان اللعيب ممكن مغمور في نادي ممكن يتولد قدام اهلي وزمالك؟ طبعا طبعا ناس كتير اتولدت في اهلي وزمالك. معتز اينو اتولد اهلي وزمالك تزيينه ولعب للاهلي اه طبعا ولعب هنا ولعب هنا طبعا. ده طبعا لازم ابن كابتن اينو الله يرحمه طبعا الله يرحمه الله يرحمه لعيبه كويسين طبعا اه ربنا يرحمه. انما يا جماعه عايز حد يمليني اسماء الفائزين في مسابقه بايسون عشان نعلنها طبعا لان البرنامج طبعا بيقدم حاجه مهمه جدا جدا للساده المشاهدين وكنا اعلنا من اسبوع عن المتسابقين في بايسون وطبعا اللي هيكون الحلقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله شركه المسؤولين عن شركه بايسون هيقدموا الجوائز. مين اللي كسب يا جماعه؟ اسامه موسى ومين تاني؟ عصفور الشرق. طيب عصفور الشرق دي الاسامي اللي هي الاكونتات بتاعتهم عشان ما فيش حد اسمه عصفور الشرق يعني ده اسم الاكونت بتاعه. فعصفور الشرق واسامه موسى هما اللي كسبوا معانا طبعا وكانوا متوقعين بنتيجه المباراه النهارده 2-1 لصالح النادي الاهلي. وطبعا احنا لازم ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله يجولنا يعني. كابتن احمد معلش الحلقه بتجري مننا كابتن جابر للاسف الشديد طبعا كان في مكالمات متداخلات مش عايز اقول لكم عامله ازاي فبصراحه مش عارفين ندخل ناس فعايزين كلمه اخيره كابتن احمد النهارده تقولها لنا في الحلقه. والله كلمه اخيره النهارده بقول يا رب النجاح دي ما يعني ما تتمكنش من مصر مره ثانيه ويرفع عنا الوباء والبلاء. واقول كلمه ثانيه اخيره ربنا يوفق نادي البنك الاهلي السنه دي في الدوري الممتاز واقول في الاخر ان انا كنت سعيد جدا بوجودي مع حضرتك ومع كابتن جابر. كابتن احمد طول عمرك شخصيه محترمه جدا جدا وحاجه تفرح القلب كده وبديت الحلقه بشكل جميل ونهيت كلام حضرتك بشكل اجمل. كابتن جابر انت عارف انا كان نفسي ان انا في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها وابن حضرتك طبعا مصطفى خواجه ربنا يوفقه في نادي ابو قير واللي لعب مباراه كبيره جدا قدام الاهلي المباراه اللي فاتت ولفت الانتباه بشكل كبير جدا جدا ولكن كابتن احمد الكاس مصمم عليه انه ولد من ابناء ابو قير ونتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. مصطفى ده لعيب جامد جدا جدا ان شاء الله هيثبت وجوده ان شاء الله باذن الله داخليا وخارجيا. كلمه اخيره نتمنى 2021 تبقى سنه كويسه على مصر كلها اه فعلا ويبعد عنا الوباء كده ان شاء الله باذن الله تمشي سنه 2020 دي وتبقى موسم 2021 دي على مصر كلها ونعيش في امان. ممكن ان احنا نكون عشان بننهي السنه باللون الاحمر يبقى ان شاء الله باذن الله كل البياض طب ما نخليها بياض ما هو انا بقول اهو ما هو البياض يجي لنا يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اهلي وزمالك مصر اهلي وزمالك مصر صدقوني اقسم بالله انا فرحان جدا النهارده لان الزمالك قدم مباراه قويه ده بشهاده كل المصريين وليس الزملكاويه والاهلي قدم مباراه قويه بشهاده كل برضو المصريين النهارده واللي كانوا معانا ضيوفنا الكرام اللي طبعا بشكرهم شكرا جزيلا على حضورهم معايا. وانا تشرفت بيكم والكابتن احمد شحاته. انا تشرفت بيكم شكرا جزيلا. طبعا فريق الاعداد انا عارف ان الحلقه مختلفه مش هقدر اشكر فيكم كتير لان انتوا تستحقوا كل حاجه تستحقوا بصراحه ربنا ان انا مش افضل معاكم على طول ان انتوا بصراحه اللي تسندوني دايما. بشكرك مخرجنا الجميل محمد شحاته نمبر 1 الاخراج المصري بشكرك وطبعا سيد اخويا وحبيبي في الاضاءه اللي عامل الشغل محمد نجاح في التصوير المشاكس اللذيذ جدا المحترم لو وريتكم هو واقف ازاي ورا الكاميرا هتقولوا ربنا يكرمه. عم علي مهندس الصوت بشكرك شكرا جزيلا. بشكر كل اللي طبعا على الاحترام لقناه الصحه وجمال عمرو الزملكاوي هارد لك طبعا انا بقدم لك كل التحيه والتقدير وكل للمصريين احنا فوق 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 فوق. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.